أعظم رجل قلبه كان معلق بالمسجد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يوم مرضه والحمى قد أخذت من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذه، فوضعوا الماء لرسول الله في المخضب فبدأ يبرد على نفسه، ثم قال احملوني إلى المسجد. قال أصلى الناس؟ قالوا يا رسول الله هم ينتظرونك. قال احملوني. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبرد على نفسه وأراد أن يقوم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. تخيل الحمى تشتد برسول الله ويقوم إلى المسجد فيغمى عليه، فلبث مليا فأفاق بأبي وأمي هو رسول الله، فلبث مليا ثم أفاق، فوضعوا له ماء آخر في المخضب فبدأ يبرد على نفسه وعلى جسده. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. فلما أراد أن يقوم أغمي عليه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. أي قلب هذا؟ لا تلوم المحبين ولا تلوم العاشقين ولا تلوم المعلقة قلوبهم بالمساجد، لأنهم عرفوا قيمة السجود، عرفوا قيمة الركوع بين يدي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق من الغيبوبة الثانية: قدموا لي 7 قرب. فوضعوا له القربة الأولى فبدأ يبرد على نفسه، ثم الثانية ثم الثالثة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: فأشار بيده أن حسبكم. ما كان النبي يقدر يومها أن يقول حسبكم، أن يتكلم، فأشار النبي بيديه أن حسبكم من شدة الحمى ومن شدة ما وقع على رسول الله من مرض شديد. عندها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فأمر عليا، فلما وجد النبي نشاطا في جسده قال: أين عليا والعباس؟ مروهما فليأتيان. فأتيا علي والعباس فحملا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتهادى بينهما حتى يقول علي، فكان النبي يخط بقدميه، كان النبي يخط بقدميه صلى الله عليه وسلم. وكان قبلها رسول الله قد أمر أبا بكر أن يصلي وأن يؤم بالناس، فأما أبو بكر الجمعة وأما السبت وأما بالناس يوم الأحد، حتى جاءت صلاة العصر يوم الاثنين فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي وقدماه تخطان وهو يتهادى بين علي والعباس إلى المسجد. قيل أن النبي صلى وقيل أن النبي لم يستطع أن يصلي يومها، فلما انتهى النبي عاد إلى البيت فلبت مليا ثم ارتقت روحه ومات صلى الله عليه وسلم. فكان آخر مشهد شهده وآخر موقع خطت قدماه فيه رسول الله هو المسجد، هو المسجد. لهذا يشتاق المحب ولهذا يشتاق العشاق إلى المساجد أن تفتح من جديد، كيف لا؟ والهموم كانت تتكالب على رسول الله، فلما تتكالب الهموم والغموم يقوم النبي ويقول: أين بلال؟ أين بلال؟ أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. هكذا كان النبي إذا ضاقت عليه الدنيا يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فأقول هنيئا لمن عرفوا قيمة المساجد، وهنيئا للرجال الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد، هنيئا لهم. قول النبي
سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد.